انا حسيت الجمهور كان عنده طاقه كتير مشحونه، فكله طلع بقى الطاقه ديت، فيعني كانت تجربه حلوه لذيذه جدا الحمد لله. انا مبسوط جدا، يعني انا كنت متوقع الصراحه اصلا التفاعل دوت بي اونست يعني عشان اكون صريح، بس يعني حسيت بشويه فخر كده، بس اي بيكيم هامبل تاني، رجعت تاني هامبل كده وبتاع، بس الحمد لله يعني ان هو جت على قد كده. انا ما بحب، انا السوشيال ميديا بالنسبه لي مش بحب اركز على شخصيتي في الحقيقه اكتر ما بركز عليها على السوشيال ميديا، بس ده الحوار بالنسبه لي يعني بس.